شكرا للسؤال. الجواب على السؤال هو كالآتي: اللاجئين والمهاجرين عندهم مخاطر متزايدة للإصابة بالفيروس بسبب المخيمات المكتظة والسكن المكتظ، إنه ما يقدرون يطبقون القوانين والتباعد الاجتماعي والقوانين إنه والقيود الموجودة حسب القانون أو حسب الوضع الحالي. فلهذا السبب اللاجئين هم مجموعة اللي تكون عندهم خطورة أكثر، ولهذا السبب الأولوية للاجئين رفعت من خلال الجهات الموجودة في ألمانيا، ورفعوا النسبة مال اللاجئين على مود إنه يتلقحون أسرع لحمايتهم، إنه ما يصير عندهم حالات كثيرة من الكورونا ولحمايتهم من وقت. Vielen Dank, Dr. Saif Afad.